the history of conflict between East and West. صلاح الدين الأيوبي سلطان كي مصر شام حجازي يمن. صلاح الدين الأيوبي سلطان مصر وشام. A dramatic Muslim revival is building under the command of صلاح الدين. تاريخ الإسلام كان لقصه بالله بصدر تنكي نبيك وحصامر الشخصية دووين أولا تلمامه قانمه. السلام عليكم. صلاح الدين الأيوبي سلطان كي مصر شام حجازي يمن أساسي الدولة دي أيوبيين تا نينكي سوء علي قدس كاد يبسكاشن سنين كجرتي كعنتي صليبيين تيروب. تاريخ الإسلام كان لقصه بالله بصدر تنكي نبيك وحصامر الشخصية دووين أولا تلمامه قانمه أركتي دير جيسي نما الصبر رقا تاريخ ذبال كدهبك كقالي وحكمي ذا هليي تاريخ ذو صدبك كقاتان كان هلان كبشر رقاني مجيلا الكي هوري كوا هدا يكوا إيمان دونا وانين أي أمضه وذي قانان. وصلاح الدين الأيوبي الناصر أبو المظفر يوسف بن أيوب بن شاذي بن مروان التكريتي. صلاح الدين تاريخ ذو مركي يهيد شم بقل صدني لبه هجرية كوباقان كون بقل صدني سديد ميلادي أي كل شيء مقالة تكريت قبل كصلاح الدين يدول كالبدوبي وحكر شيء قيس كردية تربية آد واناكسان أيو لكل ميران تيسي صلاح الدين تاسا كصاصرتي نينكا سو مجيسته قوانكا أدك لبدا والدي صلاح الدين قصة ليا بلاي اسكو قرسد سيدة تاريخ ذا قرن أبا صلاح الدين وحو أهواليك تكريد أقابر سان عباسين تا وحونا ليه جري مركز تا وحان رجينا يا إنان قرسد قبر إلهي كبقي سو إيدا شو وي القدس حرية أبا صلاح الدين أساقو فريهو قانكي سيادكي سو حكوصو دعي هذا القفض مرة واني بقر أصو بندق قور أيضا أقو جوابي سو مرابو وحان سوغا يانين إلهي كبقايو إيغانا سي ويل واناكسونا فرد فولا أو قدس حرايو إسلام مركي بوحو بالله بدوني تانك قبداس وهويدا صلاح الدين. صلاح الدين مركي وصوغري لباتيني اللي حسانو حال كدولك مسلمين تسيدة تنايوها دولدي عباسيين توحي كجرتي حالة دادوحون وينك لقيب سنيت مصر وحي كجرتي قعانتي دولدي فاطميين تا وحان كجري قلالة سيد دول مئادوين حيبه بدا دي حلق أصو بالله بتركك إلى حيبه الشام حدود كسيناء إيا مصر وححوكو هستي صليبيين تي يوروب حدق صلاح الدين وحصيف عن نصر شعب حي انتو كتر سنة عيدن كي نور الدين زنكي او دمشق جوغي زنكي اياكو انسدين عيدا ندرا مصر كدي مركي ايدتكو كسو شاكتان لباتة دولة دي فاطميين تشيعة وحونا ديري رقي هو قايمين ايان اسد الدين شيركو ايا صلاح الدين كدي بقاري دي مصر وحيد دقال لقلين فاطميين تي ايا وليبا فرنسيس كسو قنا حيبها مصر وينك قوليستين مدة كدب صلاح الدين مصر ودا نيوق عنتا كل جاي وحونا صوف جري دولة دي فاطميين تا هوليه أقول رئيس صلاح الدين قبطو حيه جوجين تكو داقن كمذهب كشيعيقة أساقو ديسي لبا مدرسو لغو بارت مذهب كسونيقة قارهان شافعيقة إيو مالكيقة مهمة دوقوين صلاح الدين ولشي سو حيهيت حورين تقودس أو مدادو دار كم غنيت قعانتا مسلمين تا مركي ومصر قعانتا كل جاي أيو بالله بإسو ديارين تا دقالك لبتيلا لقالو صليبيين تي يوروبيا كسوكنا لولك براكيسان قارهان بيت المقدس كروسيدس الصليبيون ومقح تاريخان لو يقان ممالك تي نصارى ضايك جرتي دولك باراكيسان اي وليب اولولياشي اي كسو قادين دولك الشام كدي بهجاجين تحال كمصر صلاح الدين وحسو وجه لبا الرماضو اد وادك انو ممالك تي صليبك كويرر مصر تاسو كدقان ان حيبها مصر بيله ونقطه دولان كي يوربيان ككالي يينو وجهي سدنك دمشق كدب جيري دي نور الدين زنكي وحوقو انصدي انو كلابتا دمشق ان كاستو ويليار او سديحة تبنجيرا ودالي نور الدين زنكي وكدح اللي حكمك ادنا تسكمر ربين صلاح الدين انو سنة بدقليا دمشق او صدرا دولة دي سوء كبلا بدي ستان كذا مصر صلاح الدين وحوب الله بين دولة دي سوء كف دي دولك الشام قيبه ذا كالدوان كون بقل تضبات نشان ايو قلي مقالة ذا حما وحوق بصدي سيدو كالي مقالو ينك حمص حلب سيدو كالي وحوق عانتا كود اجي قلعوين كمان باج اعزاز دقال قرر ايو لقل طائفة دي الحشاشين اجي عانصار كالالهيد بقرطوين كصليبي الشام ارين كشام مركي او هقاجي ايو ديب اقول لابتي مصر سيو هالكاس او قبل لابو دولان كود نكا فلسطين او قاضايو وجيت كنوا حرين تبيت المقدس انتو او جوغي مصر ايه وحسو غاري ورا ان بقرطوين بيت المقدس صليبي قاهد كلانا دعيهيشيس دقال جوجينا ان اي بوريين بلانتي دولان كويهين دمشق كون بقل تضباطن تضبايي تاريخ ذو هيد انت اسكدب صلاح الدين دنك فلسطين ايو افك ساري اساقو عكت سيمري الى لوينك صليبيغا لكن هوغانك بقرطويدا بيت المقدس وحيدا مع ديني دقري ميليتيرو دكت صلاح الدين ايضو عيدن كيدا ادرتي مقالة حارم اي وقويك حلب لكن صلاح الدين هوري ايو اسي سعودي وحونا قلي مقالة عسقلان قلعوينك صليبيغا يكوتا سنحيبه بدا عدايا نقضي تصبح قاي مد بسيء قد عيسي كعانت صلاح الدين الى اوغارو دافه بيت المقدس حقاقي يكون بقل تضباطن سقال صلاح الدين وحدك القرار لقلي بقر صليبها لقو مقعابة جري بلد وين كي أفراد أقاقار كوبيغ أردن كدب دقال لقو الرقمي صلاح الدين قول وين أيو قاري
dagaalka dhabta ka dhanka saliibiyinta Salaaxuddiin markii uu dhisay dawlad mideysay Masar inta badan Shaam Nainawa Waqooyiga Ciraaq soona afjaray cid kastoo khatar ku ah mashruuciisii xoreynta Qudus markuu arkay in dawladdiisa ku gadaamantay boqortooyadii saliibiga Baytul Maqdis ayuu ku dhawaaqay inay tahay waqtiga dhabta ee dhulka Shaam laga saari lahaa saliibiyinta xoreyn lahaana Baytul Maqdis oo wax ka bada 9 sano ku jiray gacanta saliibiyinta ka maqnaana gacanta muslimiinta. Sagaalkii Jamaadul Aakhir 579 Hijri ku beegan 29 Sebtembar 1083 Salaaxuddiin ciidankiisa waxay ka gudbeen wabiga Urdun ujeedkuna wuxuu ahaa qabsashada Baysan kadibna wuxuu afka saaray galbeedka gaar ahaan dhufaysyada Karag iyo Shawbag. Dagaalkii Xittiin waa dagaaladii ugu caansanaa ee Salaaxuddiin galay dhabarkana kaga jebiyey mamaaligtii saliibiga dhulka barakaysan. 5 July 1087 ayuu ciidanka saliibiga u jihaysay dhanka deegaanka Xittiin laakiin Salaaxuddiin ayaa ugu sii horreeyey oo dul degay meelaha muhiimka ee biyaha laga cabo. ciidanka Firanja hub culus ayuu watay taasoo keentay dib u dhacooda. Iyagoo daalan Ooman ayay soo gaareen Xittiin. Waxay ku soo talagaleen inay ka cabaan biyaha Xittiin laakiin suuragal maahan maadaama Salaaxuddiin joogo. xaalad oon adag ayaa Firanja soo wajahday heeray cabaan khamriga biyo ahaan. dagaallo saacado badan qaatay oo isbeddel badan ayaa qarxay. dagaal nin gacmaha la isula tagay. dagaalkaas intii uu socday waxaa ka dhashay in dabar go' daran soo food saaro ciidankii saliibiga. dagaalku markuu istaagay goobta Xittiin waxaa daadsanaa kumanaan meyd hoggaankii iyo raggii ugu muhiimsanaa boqortooyadii saliibiga Baytul Maqdis goobta Xittiin ayay ku baxeen. maxaabiistii dagaalka Xittiin lagu qabtay waxaa ka mid ahaa boqorkii Baytul Maqdis Gii Aal Luzinaan. kadib guushaas weyn Salaaxuddiin toos uma aadin Baytul Maqdis inkastoo uu soo afjaray ciidankii boqortooyada Baytul Maqdis laakiin dhanka xeebaha Shaam ayuu gulf ku qaaday si loo ciribtiro wixii saliibi jooga halkaas. cadka ayuu gacanta mariyey Bayruudna raggiisa ayuu u diray. dhammaan imaaradihii saliibiga gacanta ayuu mariyey. markii laga reebo magaalooyinka Taraabuliista Shaam, Suur iyo qaybo ka mid ah imaaradii Antakiya maalin Khamiis oo ku beegan 11 Rajab 583 Hijriya 20 Sebtembar 1087 ayuu kasoo galay Salaaxuddiin magaalada Qudus dhanka isha Salwaan wuxuuna amray ciidankiisa in ay magaalada go'doomiyaan. 27 Rajab habeen Laylatul Micraaj 583 Hijriya oo ku beegan 2 Oktoobar 1087 ayuu Salaaxuddiin galay magaalada Qudus wuxuuna amray in masjidka la nadiifiyo, derbiyada laga tirtiro, calaamadaha Kristanka, shaqaale gooni ay u magacaabay nadiifinta masjidka. masjidka xaalad adag ayuu ku sugnaa muddo aad u dheer ayuu ku jiray gacantii saliibiyiin. furashadaas weyn aad ayay ugu farxeen muslimiinta meel kastay joogaan waxaana loo arkay guul aad u weyn oona laga sheekayn karin. furashada Qudus ama kaaka iyo xaalad waaliha ayay ka dhalisay Yurub taasoo keentay in Yurub oo dhan isu diyaariso dagaal ay la gasho Salaaxuddiin. boobka Roma ayaa soo saaray fatooyin dagaal barakaysan oo ka dhanaa muslimiinta. ciddii ugu horreysay ee ajiibta wuxuu ahaa boqorkii imbaratooriyadda Roomaanka Muqadaska ahayd Frederick Barbarossa oo ka talan jiray dhulka loo yaqaana maantita Jarmalka iyo Talyaaniga. Barbarossa wuxuu diyaariyey ciidan 100,000 gaaraya wuxuuna afka saaray dhanka bariga Islaamka asagoo ka gudbay dhulka Anadol. laakiin waxaa dhacay arrin la yaab leh. boqorka Frederick Barbarossa asagoo saaran faraskiisa ayuu ku dhacay webi ku yaallo deegaanka Antakiya dhexda dhulka Shaam iyo Turkiga. halkaas ayuuna ku dhintay kadibna waxaa kala furfurmay ciidankiisii. Salaaxuddiin arrinkaas wuxuu arkay guul aad u weyn oo Ilaahay xaggiisa ka imaaday. geerida Sultaanka Salaaxuddiin 20 Febraayo 1093 oo ku beegan 16 Safar 589 ayaa Sultaanka waxaa soo wajahay qandho adag iyo cagaarshow taasoo keentay hurdala'aan habeenkii ah. cudurka Sultaanka maalima maalinta ka dambeysa uu kasoo dareeyey inkastoo takhtarkiisu waday dadaal aad u weyn laakiin waxba iskama bedelin caafimaadka Sultaanka. maalin Arbaco ah 27 Safar 589 Hijriya ku beegan 4 Maars 1093 ayuu Salaaxuddiin al-Ayyubi naftiisa u dhiibay Allah. musiibo xanuun badan ayay muslimiinta ku noqotay geerida Salaaxuddiin. oohin iyo murugo aad weyn ayay gashay Dimashq. waxaa lagu aasay Sultaanka agagaarka masjidka umaweynta Dimashq agta Nuruddin Zanki. wax hanti ah kama uusan tegin Salaaxuddiin al-Ayyubi. hantida uu ka tegay kuma filnayn xataa in lagu diyaariyo janaasadiisa inkastoo awooday Salaaxuddiin al-Ayyubi in malaayiin lacag u kaydiyo haddana muhiimaddiisa taas ma ahayn. Allah u naxariisto Salaaxuddiin al-Ayyubi.